بشوف انا الحين. ابى اغني بالحالي عشان ما حد يسمع. لا 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 الحين الحين يلا يلا، انت واثق من عمرك صح؟ ايه يلا واثق. اي واثق. عبد الرحمن انت موجود ها؟ لجنه التحكيم موجوده. عبد الرحمن يزبد يمه. ايه كذا بنزبد احنا. ليش تزبدون؟ ليش ما تقولون الصدق؟ ما راح نجاملك. اوريكم الطقم. ما يحتاج بسناب موجود الطقم. الطقم بسناب امي، ايش رايكم؟ بنك بانك قاعد اشتغل. ايه قمت تطقطقين انت خير؟ والله سمي تقولون لي زي كذا. والله العظيم بيقولوا صادقين. وش مسوي انا؟ يا اخي كانك ملح. وشو اللي تلبس كذا؟ والله انه حلو. لا والله مو بزين. ها؟ لا يا اخي ليه؟ انت الله سبحانه وتعالى خليك مره زين ما شاء الله تبارك الله. لا انا بعيوني زين. انا انت بعيوني زين؟ ايه عبد الرحمن انا حلو. لا ها شفتي والله احسك حلو مره. انت عشان تسمي احسك احسن واحد بالعالم. والله انت عشان تسمي يمه. لا والله بعين امه غزال. ايه القرد بعين امه غزال صدق. يعني انا قرد؟ ها؟ يعني لا هو القرد. هو القرد؟ ايه وبعينه غزال. وش خاله؟ الرجل غيور. هاي يمه. لا والله والله اللي حلو فيه. يا اخي ودي انا اختار لك ملابس تلبس من دايب تلبس. وشو ذا؟ اما من جدك مشاري كسر بيبان. ننزل انزل قبل انت. كل احبك ولا اموت. ها؟ كل احبك ولا اموت. ما احبك وانزل غطس. ها؟ ما كل احبك ولا اموت. يلا يلا احبك بس انزل انزل. بس انا ميت عشانك. انزل. اوه شارب شارب. انا من بيع لك ليه؟ مو قادي عليك والله. عشو ايش تسوي؟ خليه يتقهوى معك. صدق يما لين قروشه قسم بالله مره. نعم 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 بس اللي طاح بالهواء. اي يما وبعدين تحب تسمع سوالف ايش دخله؟ يا كرهي نسولف نسولف انا وامي. اسكت لا عشان ما اسطرس. نسولف انا وامي زين تجي تسمع يا بنت قوم تستمع من... تستمع كل حرف من يمشي بالسالفه. يا الله مدرسه. ايوه يشربون عصير ريتا. اقسم ما شاء الله ذي يعني من بزر ذي وش البزر؟ خليني اقول ايش سويت. اجلس اجلس عشان ما سطرت. ايوه اسلم يمه. ريتا اي بالمدرسه قالت اني انا نفسي بريتا اني ما شربت زين. عصير ريتا. عصير ريتا. عصير ريتا. طيب امي مصدقه. وانا يلا روح للبقاله اشتري ريتا. انت يا حبتها موت تكسرين بخاطره. انا احسب عصير صدق. اي ما تنك ومشيت علي ونزلتهم واختارت واخذت خلاص. اي المهم تجي يكتبوا لي بالتعليقات ترى مشروب باق. واروح تو ما اسحب علبه بستانه. يا حقيره يا حقيره. عصير ريتا ها؟ والله العظيم يوم الحين بتجيب لي عصير ريتا. تجيب لي مين؟ لين لا تعقب والله. ليه؟ والله انا تعقب عاد. والله ساقتها الذكية ذي. انا مش عصير ريتا. ايه وش بدون قصد عصير على كيفك؟ لا تفصلي لا تفهمون غلط. يا قلبي يا روح يا عمتها. واحدة منهم جايبة شنطة. ايوه فيها مشروبات. وما تدري انه مشروب طاقة. والله ما تستهبلين علينا انت. لا شلون طيب امي سحبتي مني؟ يعني شو ايش هالفكره يعني؟ يعني انت لعب على امي من زمان. لعبت على امي من زمان. ايه تقدرين تكذبين علينا بس. ايه والله اول ما فكت وسحبته. وش اشتريت من عصير؟ اكتبوا لي والله. هذه فايدة سناب يما. هذه فايدة سناب يما. صدق والله ترى شربت فارس منه شوي بعد. بعد حتى الصغير بعد مشربته. ايه تعال انت كيف الحال؟ ايش اخبارك؟ بخير.
وش هذا لك ما صار؟ ايش؟ هذا لك بعد ما صار؟ ما عجبت غير الشورت كذا شكله حق عبد الرحمن. ايه يمه مشاري نحفك نحفت بعد ما جيت من مصر. ايه ما كلت يمه. لا لا يمه بكره بالقصة. يا ساتر يا ساتر هذا وانت رايح يومين. عليكم يلا حي عزيز. هلا مرحبا والله بشتري شلونك طيب عنك يا بعد قلبك اقسم بلا اكثر يا اخي صدق سافرنا ورحنا وجينا بس شوف تبي الصدق لازم نسافر برا والله نوعدهم نوعدهم والله ان شاء الله ان شاء الله نسافر وياك باذن الله ان شاء الله باذن الله وين ما ادري خلها تجي كذا اي يمكن نسافر وياك ان شاء الله باذن الله احس بتطلع جداول عاد او تستهبل يسموني عزوز سفرات اقول يلا الفطور عليك بس ابشر ايه عندك متجر يقولون انت ها وانت عندك كافي. يا اخي عندي تحدي اليوم مع ارون الساعة 12 ابي تدعمني بعشر سود. عشر سود؟ ايه والله الزمن ليش؟ والله عشر سود بس عشر سود الزمن والله طبعا والله انك ما تستحي والله ليه؟ يا ابوي عشر سود عاد ايش فيها؟ عندك متجر عطور انت ما ادري وشو ايش دخل يا حبيبي عشر سود كم ايوه عادي عادي اخوي خويك انا وش ما تدعمني والله ودي صد ودي اخ عندك متجر عندك متجر عندك متجر شيء بحاول انا لا لا تحاول ادعمني عشر سود ترى يمكن احاول ادعمك يعني بكلب ممكن بس ازاد اعذرني والله خلا لك ما بي بعطيك اسمع ست كلاب ست لا خلا عندك ربهن عندك تراني اصور صدق الله ايش رايك بسنبات يا ابو علي ايش رايك يا بعد قلبي والله يا بعد قلبي ايش رايك سنبات حلوه والله حلوه تتابعني اي نعم يا اخي احلى من يتابعني والله يا بعد قلبي والله هذا تعرفه هذا اي نعم هذا اشهر مني هذا سامح انا شايفكم كلكم يا بعد قلبي والله يا بعد شكرا لك حبيبي يوم عزوز يسرق سيارتي الحين انا بسرق سيارته ودخل بقاله او عظيم ما خليك يا سلام والله العظيم مني لاضغط الحيوان احسن يوم يسرق سيارتي هذه كيف كذا دقيقة ايه وش ذا وش ذي السيارة ايوه يا سلام انا ودي كاستم صدق والله ما رجع السيارة والله يلا سنة بنقر مرة سنة بنقر احسن تكرمني يوم اللي اخذ سيارتي قهرني الله يستاهل تا 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 ايش تبي؟ خلصت؟ ايه بس شي؟ بس هذا يلعب نفسك ليش متعصب؟ ليش عصب؟ ها؟ خلصت؟ اها كذا النظام يعني تراك سنت والله ايه اها والله لا الطعك هنا يا حيوان خلك العظيم قهرني قهرني تبي خلصت لي؟ اه لا ها؟ لا انجل عليكم طبعا اليوم الساعة 12 بالليل عندي تحدي رسمي ضد ورنس يا رب اني افوز جولة رسمية جولة واحدة بس ادعوني افوز خليكم موجودين كلكم حياكم الله وعدنا اليوم ان شاء الله باذن الله الساعة 12 من الحين اقول لك تراك انت الفايز ها؟ من الحين اقول لك تراك انت الفايز اكيد اني فايز ايه يعني وش انت يا ورنس؟ مين ورنس؟ يلا لا رجال ميمام هلا ميمام هلا
أبيلي لو سمحتي. ها؟ أبو صور مقطع تيك توك بمطعم سجن عندي فكرة. إيش؟ قول بمطعم سجن عندي فكرة. معزوم لين عند الجيران. أبيها بروح أطلعها بأجيبها من بيت الجيران. لا ما أطلع. تعال معزوم مستانس لي. يا حبيبي بدق الجرس ترى. إيش؟ أبدق الجرس أبطلع أختي. لا طلع. خيتي. لا طلع. وش اللي ما طلع ولا طلع؟ تنجلد. تنجلد. يوم بطلعة. لا. لا لا لا. لو سمحت. خلاص شوي بس شوي خيالي. يا يوم يوم أنت بصور مقطع أنا بالتيك توك يوم فهمتي. إيش سويت؟ أبتعب لا عندي فكرة من أمس وأنا أفكر فيها. بس حرام مبسوط أنا رايحت المولة صدق من زمان. خلاص أبى أشوف. لا لا ترى. طب اسمعني. شوف شوف. أنت صاير ما تجي لك كذا ترى. إيه. خلاص. نو لا تروح. أوكي. أبدق الجرس. لا. أبى أشوف إذا هي تبين ولا. لا لا خلاص. خلاص أبدق الجرس بدق. يما. هلا. بطلع يما تكلم. أي واحدة. لين أقصد. تحسبين بس تس من زين بس تس ما بيها بطلع ما بدك الجرس والله بكل احترام وتقدير انت صامل اي ما صامل. طيب بس انتظر نص ساعة طيب وارسل انا فيرونيكا تجيبها والله يما خلي فيرونيكا تصيح عندس ما بيها أروح اجرب أبادق الجرس بطلعها اذا هي ما تبي خلاص لو سمحت لو سمحت اصلا ما ردوا علي ارسلت لهم خلاص أبادق الجرس تسمحين لي اوكي الله يسعدك خليك والله العظيم انت اصلا ام مفضله لدي انا مره احبك انت لبغيت هالشيء اعوذ بالله قالت بكل احترام وتقدير بكل احترام وتقدير بكل احترام وبدون ازعاج مستحيل ما يصلح انك تزعج لانه ما يصلح يعني هذا اذى للجيران يعني ما يصلح انك تزعج الواحد اكثر من كذا يعني ما يصلح انك السلام عليكم هلا والله السلام عليكم مشاري لين عندكم ايوه لا انت بس ابيه الله يسعدك ويخليك راح كنهز بدت لي يلا يلا ما عليك وشو شتبي امشي معي بروح نصور مقطع نياس بالتيك توك وين ها 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 خوس الكبير انا خوس الكبير احترم نفسك امشي امشي هاي هاو ار يو ذس جود ذس جود مره امشي ليش ليش وش اللي فشلتس خير ان شاء الله امشي بس امشي امشي شلب البنيه ذس ماي سيستر ذس ماي سيستر كم هير كم هير تفشلني مره تعالي تعالي هذا حرامي لا اللي من بيت الجيران عشان وشو اجيب لك وشو عصر بابا لا الا والله ما اجيبه والله ما اجيبه لا تقولي غصب والله ما اجيبه لا بس والله ما اجيبه والله نجيبه طرق على خشب والله ما اجيبه لا انت ولا اقسم بالله العظيم يا رجل اقسم بالله العظيم لا تحلف رجاء تحلف بس يا اخي ترى عودنا على الدرع بيجيب لي احسن من يا اخي لا تعود على الدرع انت خدر عم طلعها من بيت جيرانه ومن ادري وشو طيب طلعها عشان وشو طيب لا تعود على الدرع جيب عصير بس لا اكثر لا تعود على الدرع ما يمسك نص الشارع الحين حاودنا حنا على الدرع وش العصير تبغينه هذاك اللي فيه كور صغار والله نجيبه بكره زي الالف والله ما اجيبه اعلى من بخرك اتلك ما اجيبه اليوم والله ما اجيبه وانا بعد ابي واحد والله ما اجيبه المطعم صح اي بس المطعم طلع مو موجود بجدة ما دريت والله حسبه بالرياض ما لي دخل توديني مطعم او انك تجيب لي عصير يبي والله رجعت الجيران وارجع متعب تكفى ما اقدر امي تقول لي لا تبين بخاري طيب لا شكرا بخاري في وقت كنت وياه احترمي نفسك ترى لا خلت احترم نفسها عيب اخوت احترام شوف والله لا خلي امي تسوي لك محاضره والله اقسم بالله اصلا امي ما ارسلت شغل عشان تجيبني هو جاي على كيفه كذا يطلعني انت تزعج الجيران بعد تكتك عليهم الجرس اقسم بالله انت يا ولد مالك دخل يا ولد مالك دخل مالك دخل والله ما انزل والله انت اللي تنزل جيب لي اياه وش اجيب لك؟ ايه وش اجيب لي العصير مو بالحين طيب لا مو تسلكني هم بعد اسبوع عجقونك يقول نسيت يا ولد كنت راح يا ولد ولو كنت اعرف عدوس قوم انا بروح الطريق الاول مفرفر ودني جدا بروح المطعم يا ليل بلش يا رجل 9 ساعات صح انت؟ ايه خير تصرخين؟ ايه وين روح جدة 9 ساعات خط فضيلة حنا لين بيتكم
انزل 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 روح مزوانكم. اقول لا انزل. لا ما اقدر ما اقدر يخربتوا علي. شو ذي؟ انزل قلت. لا اسمع كذا الله ما في. لا انت شتمين الحين؟ طيب شتمين انت شتمين؟ طيب قبل يوم جينا العصير. يا جبل العصير ارحم امك فكر. والله خالد انت قد دلع علينا. اطلبها من ذا حقك. لا تضربين لا تضربين مو عشان اسم بنت تضربين. انت منك صغير في احد يجي يطلعك وانت مستانس؟ ليه انا متركد من مين؟ من ابو داحم من بيت الجيران وما والله ما اطلع. ايش اسم العصير؟ طيب والله اني ما ادري شو اسم العصير. يا عبد الرحمن تشبح مسوي فزعه يعني. ما ادري يعني مسوي فزعه اخوي. محل وش؟ طيب ما ادري. انكتر انت واختك يا ولد. ايش من محل وش يا اخي؟ شو اسم المحل؟ علمها وقتها. اخلص يا اخي والله ما وديها تدلع علينا. اطلب له اونلاين. ها لا تطلب له. والله ما تطلب له. جب يلا بس دلع وتنادي عبد الرحمن مسوي فزعه. حرامي. لا 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 لا. الجيران ليش حرامي؟ كيف حرامي اخوت انا؟ نادوا الشرطه. حرامي يا بنت. والله لا اسجنك يا ابو قدام اخوي. يا ولد انزل يا ولد. دين كبتنا يا ولد. ايش العله ذي يا ولد؟ الله يوفقك. صرخي ما ترد. لين لين والله انزل. الله يخليك لامك وابوك. بنجيب لك هذا بوبو من جس امه ذا طبقات هذا طبق. شاي هو بابي. طيب ابشر يسمع. لا انا احسب حسابه. ابشر خلاص زرت امور. يا تقدر تنزلين الحين؟ تنزلين؟ لا يا بعد الضحك هذا كله ما تنزلين. راح نبلش قاعد. والله انا قاعد اطقطق علينا تصدق. اي بطري والله هي جد بموت. تعذيب الوضع يعني. انزلي يا شوف. يلا يلا انزلي. يلا يلا انزلي. يلا تعالي. يلا يلا تعالي انزلي. انا لين 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 ابغى اسطرك. افتحي افتحي الباب. لا 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 المفتاح المفتاح. لين بنت يا اخي. الله ينكب. ليش تنزل؟ ليش تنزل لين؟ لين حبيبي تكفين. تكفى تعال بابتكفى تعال بابتكفى تكفى تعال باب. الله ينكب. الله ينكب. الله ينكب. يا لين انكبتني يا لين. حارات حارات يا لين. حارات حارات حارات. يا بنت يا بنت يا بنت. أعوذ بالله. ما شاء الله تبارك الله. أذكر والله هبلت فينا تهبيل. أقسم بالله العظيم راسي داخ. ما أدري كيف بدخل الجولة الرسمية الحين. أدري إني قروشتكم شوي لكن اليوم أبي أقوى جمهور. تعرفون إيش معنى تقوى جمهور؟ اليوم نبي نكسر عيون الناس كلهم. نبي نعلمهم مين مشاري بالعربي. فأي شخص شوف سنابه الساعة 12 كل أبوكم تعالوا البث.